إذن مشاهدينا الكرام، كما نتابع الآن على الهواء مباشرة هذه الصورة التذكارية التي يتوسطها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الصورة في دبي حيث مقر انعقاد كوب 28 أو قمة المناخ 28. الجدير بالذكر أن مصر في هذه الدورة تسلم الإمارات رئاسة قمة المناخ 28. في العام الماضي كانت مصر هي الرئيس لهذه القمة وخرجت بالعديد من النتائج، منها صندوق الخسائر والأضرار. في هذه القمة تتسلمها دولة الإمارات العربية المتحدة من مصر. كما نتابع مع حضراتكم الآن هذا التجمع لقادة والزعماء في دبي حيث كوب 28. هذا ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة دبي في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر. أوضح المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي، انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر لعام 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تتعلق بالدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولية، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع مع حضراتكم وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28، حيث صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة السيد الرئيس بهذه القمة تأتي تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي ستتولى بلاد الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر. أوضح المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي، انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر لعام 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تتعلق بالدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ. ما زلنا نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات من دبي حيث محل انعقاد هذه الدورة من مؤتمر المناخ.